ادنا ماتش ديربي قطر الشباب والاستاد بالفريق هذا. حنايا كما قلت لك حنا شعورنا بفوتعيه صعبه حبينا نحسنوا روحنا في هذه المباراه. والله غالبا تشوف الحكام تاع الجزائر كيفاش. واش حبيت نقول لك يخليهم مع ضميره ويقوس مش شحال من بوكو شحال من بوكو حبسها النشاط. وان شاء الله كما يقولوا بون كورج الشباب وان شاء الله حنا نخرجوا من هذه المضيعه ان شاء الله. وان شاء الله مع راسك ان شاء الله نكونوا مليح ان شاء الله. الناه توجور ما قدرتش الناه تربح مقابله في هذا الشامبيون. لماذا تلعب مليح؟ شكرا لك نلعبوا مليح وما ماركيوش يا اخو. ان شاء الله كما يقولوا غادي ان شاء الله ربي ان شاء الله اللي مرجعين ان شاء الله نولوا ان شاء الله كما يقولوا نحسنوا المستوى تاعنا خير وخير من هذا الشيء كاع ان شاء الله يا رب.